مساء الخير لكل مستمعينا عبر أثير الأولى راديو رابعة وكل متابعينا على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا الرابعة FM. واليوم ضمن إطار فعاليات صيف دبي، حفل في دبي من الأهم لأنه نجم هذا الحفل هو نجم عراقي مليونير بمحبة الناس، وأيضا حضور مميز وأغنيات بالفترة الأخيرة على عبر أثير راديو رابعة. توجنا أغنية ممكن بالمرتبة الأولى لأسابيع طويلة. النجم العراقي سيف نبيل، يسعد أوقاتك. شكرا لهذه المقدمة الرائعة صراحة، وشكرا لراديو الرابعة السباق بكل أحداث الفنانين. تحياتنا لكم وتحياتنا للجمهور اللي تابعنا، وشكرا اليوم لأنه أتيحت لنا الفرصة حتى نقابل الجمهور بعد فترة جائحة كورونا، فالحمد لله وشكرا. للأسف يعني من الجميل أن تطلع على جمهورك والناس بعده عم بردد الدويتو مع بلقيس اللي عم نسمعها، كان دويتو موفق. كنتوا متوقعين الأصداء لنجاح ممكن؟ الحمد لله أنه أنا درست اللحن دراسة طويلة قبل نقدم على الأغنية، قبل نسجلها أصلا درست دراسة مطولة. التوزيع كان موفق جدا مع عمر صباغ، الكرو كامل كلنا اتفقنا على هالأغنية، إن شاء الله راح تعمل صدى كبير وما خايب أيضا الأغنية. الحمد لله. أنت دايما سيف يعني بكل أعمالك أنه الحمد لله النجاح بيكون حليفك، لأنه مثل ما عم تقول بتخطط كتير منيح، بتدرس. أنت من أكثر الفنانين اللي بيدرسوا شو بدهم يعملوا الخطوة الجاي، وكل خطوة بتحملك مسؤولية أكبر من اللي قبلها. يعني النجاحات متتالية. اليوم شو next step؟ شو الخطوة الجاية؟ صراحة هي في كثير خطوات للمستقبل، وما راح أحرم الجمهور من مفاجآت اللي معودهم عليها. كل ما تكبر كل ما تصعب المهمة طبعاً. فإن شاء الله ما أكون مخيب ظنهم في يوم من الأيام، وما راح أتعب ولا راح أمل، على طول شغال. طيب في شيء جديد قريبا؟ كثير. امتى يعني؟ بالقريب العاجل ان شاء الله، يعني بظرف شهر ولا تارك انه ان شاء الله؟ ايه تقريبا بظرف شهر ان شاء الله راح يشوفون اعمال الواحد تلو الاخر. طيب يعني انت دائما مميز بالدويتو، في شيء يعني كتار صاروا عم يطمحوا انه يعملوا دويتو مع سيف بعد النجاح الكبير، في شيء عم ينطبخ؟ في شيء على النار؟ ممكن. ممكن ما بدك. ممكن ممكن. طيب اليوم كمان يعني الجمهور اللي بتابعك على السوشيال ميديا، انت نشيط جدا. نعم. ومثل ما قلت مليونير بمحبة الناس، عندك ملايين من المتابعين اللي دايما إن شئنا أم أبينا سؤال بينطرح علينا أنه في حدا بحياة سيف، أنه أنت هذا الموضوع ما بتحب تحكي فيه، ولكن يعني وقت اللي بيكون عندك جمهور خاصة من الجنس اللطيف هالقد، دايما بهمهم يعرفوا أنه سيف في شيء ومخبى عليه، ولا ما بحب يحكي، ولا مثل ما قلت مرة أنه أنت هلأ مركز على شغلك ستيل بعدك نوت يت يعني. يعني قلبك ما بدأ سيف؟ أكيد بدأ بشغلي، أعشق شغلي أني، بس لا لحد الآن ما بعدني مقابل سعيد الحظ. مقابل سعيد الحظ يعني عم نوجه رسالة هلأ. يمكن سعيد الحظ. هالشي بدون تخطيط، هالشي هو يجي يعني بدون تخطيط سابق له، هو يجي على راحته. طيب اليوم اللهجة العراقية لازالت من أقوى اللهجات، يعني في عصر ذهبي للأغنية العراقية، وأنت أحد نجوم هذه المرحلة بدون أدنى شك. فنانين من جنسيات أخرى عم بيغنوا عراقي، يعني بلقيس غنت عراقي، محمد عساف غنى عراقي، نصيف زيتون غنى عراقي. هل ممكن نشوف سيف نبيل الفنان العراقي عم بيغني غير لهجة؟ قلت لك ممكن. في مفاجأة؟ ممكن. يعني ممكن تطرق باب لهجة عربية؟ شوف أنا من أطرق باب أطرق بيبان، ومن أوسع أبوابها فوت لها. يعني هيك بفهم من كلامك أنه في أكثر من لهجة. إن شاء الله لبناني مصري إن شاء الله الكل.
طيب اليوم كمان يعني مع هذا الحفل الجميل والرائع، شو بدك تقول لجمهورك اللي تحفز وخاصة بعد انقطاع بسبب الجائحة جاي يحضرك، وشو بدك تقول لكل اللي دايما بيتابعوا كل أخبارك عبر أثير راديو الرابعة؟ أقول لهم إحنا حاليا بالباكستيج، بعدني الوصلة ما مقدمها، بعد شوي نطلع على الستيج، محضر لهم مفاجأة جدا حلوة على المسرح، وإن شاء الله بكل حفلة راح يشوفوها غير عن الحفلة اللي قبل لها. فأحبهم هواية، شكرا لكم لأن جيتوا وتعبناكم ويانا. تسلم لي يا رب. هذا كان النجم سيف نبيل، ترقبوا المقابلة عبر أثير راديو الرابعة وعلى بودكاست نجم الرابعة. شكرا لك يا سيف. شكرا.